صباح الخير لكم مشاهدينا مع بداية عالم الصباح لليوم، أكيد الساعة 10:05 باستوديو عالم الصباح بتوقيت بيروت. بتمنى تكونوا كتار لحتى تتابعوا كل مواضيعنا وفقراتنا لليوم لغاية الساعة 1. بكرة أول أيار، وطبعا هي يوم عطلة لعيد العمال، ومن بعدها كمان في عدة أيامات يلي هن عم بيرجعوا بيكللوا إذا بدكم عيد الفصح. وبهالأيام هاي رح بيكون في فرص، رح بيكون في عجقة بلشت ابتداء من اليوم. بتأمل انه هالعجقة ما كتير تكون عم بتوتر الأشخاص، ما تضرب لكم كتير على أعصابكم. العجقة يلي فيها خير، فيها بركة، فيها سعادة وفيها أعياد، هي دايما عجقة محبذة. إنما إذا حابين تحدوا شوي من التعصيب، يا ريت كلنا نتأيد بالإشارات. الإشارات يلي صرنا من أول شهر نيسان عم نتابعها سوا، موجودة بكثرة على الطرقات بلبنان. ضروري جدا انه نشوفها وننتبه لها ونعرف شو معناتها لحتى نقدر نتأيد فيها، منخفف كتير ضغط على حالنا وعلى الآخرين. موضوع إشارات السير كمان اليوم في عنا إشارتين رح نحكي عنهم. هالإشارات هيدول رح بيكملوا معنا بعالم الصباح بالأيامات أيضا المقبلة حتى نتعرف على أكبر عدد ممكن منهم، ونقدر بالتالي نعرف إذا هن موجودين عنا وكيف لازم نتأيد فيهم. اللي موجود معنا هو على اليمين بيقول بداية أوتوستراد أو هايوي، وعلى اليسار بمعنى أنه خلص الهايوي أو الأوتوستراد. صباح الخير شيف شادي. متأكدة صباح الخير؟ أنه إيه في ما في بلش خلص أوتوستراد، ما بدأ أكثر من هيك. أنا فكرت أنه في محل منقيش، هو اللي منقيش بس يخلص الأوتوستراد، شفت هونيك على الآخر ايه ببلش محل منقيش. انت متأكدة موجودين بلبنان؟ ماني أكيد انه موجودين بلبنان. لا بتأمل يكونوا موجودين على أي طرقات بدي روح شوفها، ممكن يكونوا موجودين بس بيكونوا مشحطينهم كلهم سوا، يا ملزقين فوقهم شي صورة حدا نازل على الانتخابات. عادة هو اللي بيستعملوهم عنا هيك بلبنان. أنا بدي زيد شغلة صغيرة بس، انه اليوم أخذت معي ساعة ونص من زوق مصبح على حرش. بعدني عم بحكي على العجقة، يعني ما حدا ينقع على العجقة بهاليومين. ليش؟ أعياد؟ لأنه أعياد. مزبوط. طيب أوكي، كرمال عيد العمال بنقعد بالعجقة ونحن مبسوطين، ينعاد عليكم يا رب الصحة والعافية. شفت كيف؟ علامة خير. اليوم وقبل ما نبدأ نعرف شو هن الفقرات اللي رح بيرافقونا لغاية الساعة 1، بدي أقول لكل المشاهدين جمعية السكون يلي صار لفترة عم تشتغل بحملات توعية ضد المخدرات، وأيضا عم بتساعد الأشخاص يلي ممكن يتعرضوا لاستعمال المخدرات. هالجمعية عم بتقوم بعدة نشاطات، منها من فترة عملوا بازار وقدروا يجمعوا من خلاله عدد من الأموال لحتى يقدروا أنهم يدعموا مشاريعهم. هالبازار لقى كتير من النجاح، لهالسبب رح بيكون في فرصة تانية. إذا كنتوا حابين تدعموا جمعية سكون فيكن بس تبعتولن أغراض أنتم مش بحاجة لإلها بقى ببيوتكم بمكاتبكم. طبعا هالأغراض هيدي على الأقل إذا ما كانت جديدة تكون بحالة جيدة حتى هن بالتالي يرجعوا يقدروا أنهم يبيعوها. وطبعا في كتير أشخاص تانيين بيقدروا أنهم يستفيدوا منها بأسعار كتير زهيدة كتير قليلة. ورح بيصير البازار بأيامات 10 و11 و12 أيار المقبل. إذا حابين تعرفوا مزيد من التفاصيل كيف فيكن تشتروا وين وكيف فيكن أكثر يلي هو الشق المهم أنكم تتبرعوا بهالأغراض هيدول، فيكن تتصلوا على الأرقام يلي عم تظهر قدامكن على الشاشة أو حتى عبر الإيميل. وطبعا هن رح يقدروا انهم يستفيدوا من كل هالاغراض لحتى يقدروا يمولوا عدد من النشاطات، وخصوصا يلي لها علاقه بالتوعيه ضد المخدرات، يلي بتامل انه ما وقت نسمع انه هي آفه عم بتزيد عنا بالمجتمع، لا بالعكس تكون عم تتناقص وخصوصا بين الشباب. شو هي الفقرات اللي رح نترافق فيها سوا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت؟ منتبع بحلقة اليوم من عالم الصباح. منتابع الأبراج مع كارمن، آخر تصاميم الأزياء مع هادية وضيوفة بيع الموضة، خفيف نظيف مع كارلا، ومعمول العيد الصحي. الشطول والزهور على أنواعها بتخبرنا عنهم كندا بأرض وورد. كارمن بتستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بزودياك. أغراض وأدوات مفيدة لكل الأشخاص مع دومينيك بتيفي شوبينج بوقتها مع مايا يلي بتعرفنا على البنترست.
ورشة ملح مع شيف شادي على السلمون الطازج مع صلصة الكريمة. ختام شهر نيسان، كيف رح بيكون؟ شو رح يحمل حظوظ لكل الأشخاص وين ما كان برجكم؟ طبعا حسب تحركات هالفلك رح منتابع كل التفاصيل مع كارم. صبحكم بالخير. اليوم الثلاثاء 30 نيسان ابريل، اخر نهار بالشهر، كيف رح بيكون؟ القمر اليوم مرافقنا برج ترابي برج الجدي، والجو رح بيكون جيد جدا للابراج الترابيه مواليد برج الجدي، مواليد برج الثور، ومواليد برج العذراء. اذا كيف رح بتكون كل الابراج؟ البدايه مع اول برج، برج الحمل. مولود برج الحمل، الجو اليوم يمكن باخر هيدا الشهر بتحس انه في انشغالات كثيره، في ركض كثير، في مساعي كثير، في شويه توتر. حاول مولود برج الحمل تنهي الشهر بكل هدوء ومن دون اي تقصير. وبعتبر المولود الاكثر تعبا حاليا 31 اذار مارس و1 نيسان ابريل. بالنسبة لبرج الثور، نهاية الشهر رح بتكون مميزة جدا ومن الأيام الأكثر حظا، فقوي قلبك، اليوم كل شيء بيمشي على ذوقك، ونهاية الشهر رح بتكون فعلا إيجابية، فيها حظوظ ويمكن حتى فيها خبر سار جدا. أما المولود الأكثر حظا فبعده 1 و2 أيار مايو. بالنسبة لبرج الجوزاء، مولود برج الجوزاء نهاية الشهر أفضل نوعا ما من الأيام الأخيرة، أفضل من امبارح وأول امبارح. اليوم في حل، اليوم في مصالحة، اليوم في أخذ وعطاء، فحاول أنك فعلا تلاقي الجواب والأرضية أو القاسم المشترك بينك وبين الآخرين. وبعتبر المولود الأكثر حظا 8 و9 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان نهاية هذا الشهر يمكن تحمل لك تحدي، استفزاز، أو يمكن حتى خلاف. حاول مولود برج السرطان أنك تنهي هالشهر بسلام من دون أي مشكل، وما تخالف القوانين شو ما كانت تكون. وبعتبر المولود الأوفر حظا 30 حزيران يونيو و1 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد، مولود برج الأسد نهاية الشهر تقيلة، فيها كتير 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 شغل مش شوي، ويمكن المستحسن أنك اليوم ما تجادل حدا، بالعكس أنت بحاجة لحتى يكون في شخص لجانبك عم تتحالف معه لحتى يساعدك تخلص هالشهر أو هالنهار تخلصه بسلام. حاول ما تأجل شيء للأيام المقبلة. وبعتبر المولود الأوفر حظا 2-3-4 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، مولود برج العذراء بعتبر هيدا الشهر من أجمل أيام، ختامها مسك، ومن الأيام المفضلة عندك، من الأيام يلي حظوظ فيها دسمة وغنية جدا، مش بس اليوم حتى بداية الشهر الجديد كمان رح بتكون حلوة. إذا مولود برج العذراء اليوم نهارك إيجابي جدا، قوي قلبك، اطلب واتمنى. وبعتبر المولود الأكثر حظا 3-4 أيلول سبتمبر. بالنسبة لبرج الميزان، مولود برج الميزان هيدا نهار بيخليك تفكر انه يمكن انت قصرت شوي تجاه العائلة، بتحس انه يمكن انت مقصر تجاههم، او يمكن هني حمل تقيل عليك لسبب ما، يمكن حدا مريض، يمكن حدا بحاجة لمساعدتك لنصيحتك. جميع الأحوال حاول تنهي الشهر بسلام من دون أي مشكل. وبعتبر المولود الأكثر حظا 9 و10 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب، مولود برج العقرب هيدا نهار بيحطك يمكن أمام مواجهة، مواجهة كلامية، مواجهة شخصية، يمكن عندك امتحان، يمكن في عندك موعد كتير مهم. حاول مولود برج العقرب أنك توضح كلامك، حاول أنك ما توجه كلام قاسي قارس جارح لحدا. وبعتبر المولود الأكثر تعبا الأقل حظا 31 أكتوبر 1 نوفمبر. ننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس، احتمال اليوم يكون في بعض المصاريف، المصاريف اللي تتعلق فيك بصحتك، بمسائل شخصية مهمة، أمور روتينية يمكن تمأجلة وحان الوقت فعلا حتى أنت تتكفل فيها، يمكن حدا بحاجة لألك لمساعدتك. المهم المصاريف اليوم بدها اهتمام وبدك تنتبه من المبالغة فيها. وبعتبر الأوفر حظا بيضلوا 2 و3 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، من أجمل أيام بهيدا الشهر، مثائبة أنه بيخلص الشهر والقمر ببرجك، قوي قلبك، اليوم في خبر، اليوم في جواب، إذا اليوم ما سمعته تسمعه بكرة، لكن اليوم بعتبره من الأيام الحلوة الإيجابية، وبعتبرك أنت رقم 1 بين كل الأبراج. أما الأكثر حظا فهو مولود ديسمبر. ننتقل لبرج الدلو.
نهاية هيدا الشهر شوي متعبة تقيلة، يمكن بتزعلك، بتخيب لك أمالك، منك راضي 100% لا اليوم ولا بكرة. لذلك حاول مولود رشد دلو تعمل بحسابك إنه الأمور يمكن تخيب لك أملك ومنا ماشي مثل ما أنت بدك. انتبه من المشاكل، انتبه من الخسارة، انتبه من الفشل، وخاصة إذا كنت من مواليد كانون الثاني يناير. نوصل لاخر الابراج، برج الحوت. مولود برج الحوت نهار بيسلي، نهار بتفرح فيه، نهار عن جد بتشوف انه في ناس اصحاب لك، كتروا اصحابك اليوم، عم تتسلى معهم، حياتك الاجتماعيه والعائليه فعلا منوره ومزدهره. مولود برج الحوت بعتبر نهارك ايجابي جدا لتنهي الشهر، اما الاكثر حظا 27 28 شباط، واللي بده ينتبه لازم ينتبه 24 25 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بقول له لمولود اليوم انه هيدي السنة بتحمل ايجابيات كثيرة، معقولة تحمل لك سفر، معقولة تحمل لك تغيير بالدراسة، يمكن حتى بموقع الدراسة ان كانت الجامعة او المدرسة، هنالك انجازات وطموحات كثير كبيرة. ايار مايو، ايلول سبتمبر، كانون الثاني يناير هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة مع ابراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. بدي ارجع اذكركم انه اليوم بخلال النهار كارمن بتلتقى فيكم وبتتلقى كل اتصالاتكم مع زودياك. كمان بدي اذكر كل المشاهدين يلي حابين يشاركوا بعالم الصباح من خلال فقره بلا جمرك كل نهار سبت انه بيقدروا يتصلوا فينا او يبعثوا على الايميل، وطبعا يعني يعرضوا هن مين وشو هو الموضوع بالتحديد يلي حابين انه يحكوا فيه. بلا جمرك هالمساحه الحره يلي رجعت انضمت إلى عالم الصباح لحتى تعطيكم مجال تحكوا عن كل المواضيع يلي أنتم حابين تطرحوها وتشاركوا فيها كل الناس يلي عم بتابعونا من حول العالم. بعد البريك رح نرجع نتابع نحن وياكم فقراتنا وننتقل عند هادية مع الموضوع.